معايا على تليفون سيادة اللواء محمد أيمن، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الغربية. برحب بحضرتك معانا يا سيادة اللواء. أهلا بك يا فندم. أهلا وسهلا. أعرف من حضرتك بقى إيه اللي هيتم خلال المرحلة اللي احنا فيها، موضوع حصر العقارات، اللجنة، يعني تفاصيل أكتر عن اللجنة اللي هيتم، أو مش عارفة تم تشكيلها ولا لسه، إنها تحصر يعني الناس المستحقة أو الناس اللي هيقدروا إن هم ياخدوا تعويضات. ان شاء الله. هو تم توقيع بروتوكول بين محافظه القاهره ووزاره الدوله للتطوير الحضري والعشوائيات. ايوه فعلا. وبدانا في الاجراءات الفعليه بدءا باعلان المنطقه، منطقه اعاده تخطيط. والاعلان ده تم نشره في الصحف وجميع الوسائل الاعلام مرئيه ومسموعه ومقروءه، وكذلك من خلال لوحات تم تعليقها في المشايخ وشوارع منطقة مثلث مزبير وكذلك في الحي، وتقسمت المثلث، المنطقة اللي هي بتاع مثلث مزبيرو، إلى أربع قطع، بحيث إن لجنة الحصر والتفاوض هتشتغل لمدة أربع أسابيع. تشكيل اللجنة الأول بقى يا فندم وإحنا بنتكلم كده. اللجنة مشكلة من رئيس الحي مندوبي وزاره التنميه الحضريه والعشوائيات وبعض. هل في حد من الاهالي ممثل في اللجنه؟ في ناس ممثلين من الاهالي في اللجنه برضه، وللجنه ان تستعين بمن تراه كمان. اللجنه مشكله من عناصر كثيره جدا، ابرزها طبعا وعلى راسهم رئيس الحي. بدا بالفعل النهارده الاعمال الحصر للمربع الاول، والمربع الاول ده بيقع في نطاق المنطقة يعني اللي هي بتاعت القنصلية الإيطالية وحرف ال ده. دي يمكن تكون أقل في تعداد السكان، فاحنا قلنا البداية في الأقل كثافة، ثم المرحلة طبعا هتكون الأكثر كثافة. إن شاء الله خير. النهاردة عملنا حصر ل 45 حالة أو 45 أسرة. في بعدها لجنة تاني اسمها لجنة التقييم، هتنزل فعلي وهتقيم المكان من حيث المساحة والقيمة. وفي لجنة فنية تاني. وفي لجنة تيسيرية. اللجنة التيسيرية تجب كل اللجان دي وتشرف على عمل كل اللجان، وبتصدر قرارات أو توصيات بتكون واجبة. طيب غير اللجان وشغلها يعني التنفيذ يا سيادة اللواء، يعني احنا خلاص اعلنا رسميا ان المنطقه دي هي منطقه اعاده تخطيط، امتى هنشتغل في التخطيط؟ امتى التنفيذ بقى؟ وامتى الشركات تبدا انها نشوف حتى ايه مقترحاتهم؟ بتمام كل اللجان دي والاعمال بتاعتها بنطلع بقاعده البيانات اللي يتم عليها التخطيط التفصيلي، الماستر بلان بكل تفاصيله ودقته. أيوة. وخطته الزمنيه او النوته الزمنيه ليه. وممكن ان يتم ده في شكل طرح عام او مسابقات لشركات دوليه او اقليميه، مفيش مشكله. وبعدها يتم التنفيذ، يعني بعد ما يتم التخطيط التفصيلي تقول هذا التخطيط يقول الى شركه. انت عايزين بس تطمنوا الاول ان الاهالي في تراضي، ويعني ما يحصلش اي معوقات قبل ما نبتدي التنفيذ على الارض يعني. ان شاء الله يا رب باذن الله ما فيش معوقات ان شاء الله. شكرا جزيلا سياده اللواء محمد ايمن، نائب محافظ القاهره للمنطقه الغربيه.